اليوم كثير ناس بتمر بمراحل صعبة بحياتها، هي المراحل ممكن تتطور لحتى تؤدي للاكتئاب. الاكتئاب بشكل عام هو من الاضطرابات السلوكية النفسية اللي هي ممكن تأثر على الشخص وسويته بالحياة وتعامله مع الآخرين وحتى طريقته بالتعامل مع العمل. والاكتئاب مشكلة بحاجة إلى حل، يمكن ما بتكون أعراضها ظاهرة عند الشخص بالبداية، ممكن مشكلة بسيطة يفكر حاله متضايق، مع الوقت والتطور والعفاف ممكن يوصل لمرحلة كتير صعبة وخطيرة. طبعا سلمى، واليوم موضوعنا هو الحديث الإيجابي مع النفس، حد الشيء اللي ممكن يخفف كتير من حالات الاكتئاب أو الأحباط، خلينا نقول عنه مشاكل الحياة والمصاعب يلي بمر فيها أي شخص نتيجة الضغوطات. في كتير أشخاص ممكن ما يقدروا يتجاوزوا هاي المرحلة، وفي كتير أشخاص كمان بيقدروا يتجاوزوها بالتركيز على نقاط القوة الموجودة عندهم وبالحديث مع نفسهم بشكل إيجابي وتحفيز نفسهم، بحيث بيكونوا هن الداعم والمقوي لنفسهم بنفس الوقت. واليوم بدنا نحكي عن هذا الصوت الداخلي اللي بيخلينا مستمرين بطريقة صحيحة بالحياة، وكيف ممكن نستخدمه كمان بالطريقة الصحيحة ونشوف نتائج حلوة. اليوم أكيد ما في شيء نحكى عن عبث ولا عم نحكي شيء بالهواء، هي أمور علمية ومثبتة علميا. أنا رح نعرف كتير أسرار مع الأستاذة سلام قاسم، اختصاصية نفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباح الخير أستاذة صباح سلام. الورد يميت هلا، يسعد أوقاتك. بالبداية خلينا نبلش مع حضرتك، اليوم نعرف جزء كتير كبير من حل بعض المشاكل أو الاضطرابات السلوكية، مو بس العلاج الدوائي، لا العلاج النفسي مثل ما بيقولوا، واللي هو دخل بشكل كبير بأغلب الاضطرابات السلوكية، اللي يعتبر الاكتئاب أحد أبرزها وأكثرها شيوعا. صرنا هلأ عم نعيش بقرن صار أكبر نسبة للناس موجودة بين الناس هو القلق والاكتئاب كاضطرابات سلوكية، صنفت يمكن كل واحد بين 100 شخص أو كل اثنين بين 100 شخص هنا المصابين بهاي الاضطرابات. خلينا نحكي عن دور علم النفس الإيجابي بهذا الموضوع. هلا أكيد نحن بعصر كتير صار في اضطرابات نفسية، وطبعا نتيجة الظروف العامة اللي بيعيشها الإنسان. هلا أهم شيء نحن نعرف إنه التخاطب أو الحديث مع الذات هو عبارة عن كلام الإنسان مع نفسه، هو عبارة عن صدى صوته دائما، وهذا الخطاب الذاتي هو عبارة عن حوار ذاتي بيتكون من شقين، الحوار والذاتي. الذاتي أي شيء داخلي، حوار الأشياء يلي بتصير بالوسط المحيط. كلياتنا نحن لما بنرجع على بيوتنا، لما بنخلص شغلنا وبنرجع نقعد نتذكر شو صار معنا بالوسط الخارجي، شو صار بشغلنا مع الأصدقاء حوالينا، بنقعد نحن نسترجع الذكريات. بيكون صار موقف معين، هذا الموقف بقعد أنا بفكر إنه يا ريتني حكيت هيك مع رفيقي اللي قال لي هيك. فدائما هذا الحوار الداخلي كتير مهم للإنسان، وهذا الحوار هو عبارة عن مناقشة الأفكار يلي بتدور داخل عقل الإنسان، هو الذاتية الحوارية أو إنه مخاطبة العقل أو قدرة العقل على التخيل واسترجاع الأحداث وصياغتها بطريقة تكون كتير سلسة وحديثة. وعادة نحن بمجتمعاتنا دائما يعني لما بنرجع نحن بنحاول إنه نلقي نوم على نفسنا لمواقف كتير، أو تم عنا النقد الذاتي يلي هو صورة من حياتنا. وطبعا عادة هذا النقد الذاتي هو ما نو شيء جيد للإنسان لما بيزيد عن حده، لأنه حتى الدراسات أثبتت إنه النقد الذاتي للإنسان لما بيزيد عن حده هو بيؤدي للاكتئاب اللي حكيتي عنه، إضافة للقلق. فنحن لازم هون نشتغل على محاور أساسية اللي هي بالأساس إنه نعتمد الهدوء، نبتعد عن التخاطب أنفسنا بكلمات الخطاب أو الألفاظ اللي بتوحي بالأنا أو غيرها، إضافة لأنه نعترف بالشعور يلي نحن عم نعيش فيه. فيعني طالب بيخاف من الامتحان، عنده شعور بالقلق الامتحاني، ممكن يخاطب حاله ويقول محمد أنت هلأ عم تشعر بالقلق، بس مو أنت لحالك، كل الطلاب مثلك عم يشعروا بالقلق، رح تكون أنت بخير. هاي العبارة البسيطة هي بتعطيك التخاطب مع الذات، بخلي أنه يعطي للإنسان قوة، يعطي شعور بوجوده، نفس الوقت أنه هو قادر أنه يعمل شيء. ليش؟ لأنه حاور نفسه وخاطب نفسه.
بس في ناس دائما كمان بتلجأ للخطاب مع الذات بطريقة الحوار اللي هي ممكن تكون خاطئة، لأنه هاي الخطاب مع الذات نحن بنتخيل أنه في شخص صغير مثلا قاعد على كتفك دائما عم بيوز بإذنك ويقول لك عبارات وكلمات. هاي العبارات هي ممكن نحن ناخدها بعين الاعتبار، ولكن إذا أخذناها بطريقة كتير حدية ممكن تكون عبارات سلبية، عبارات سيئة، هون بتأثر على الإنسان. يعني حتى الدراسات أثبتت أنه 80% من الأفكار اللي موجودة عند الإنسان هي أفكار سلبية. فنحن كتير بدنا ننتبه لهي العبارة وللمفاهيم بالتخاطب مع النفس، لأنه أحيانا لما منخاطب ذاتنا بطريقة سلبية ممكن كمان تنعكس علينا. وحتى إذا خاطبنا الذات بطريقة إيجابية هي مانا دائما صحيحة لما بتكون يعني بشكل كتير. يعني مثل لما نحن بدي أمدح شخص، أنا بمدح نفسي أنا هذا شيء كتير منيح وبعطي مهارة شيء قوة جذب لنفسي أنا إنه أنا عندي مهارات عندي قدرات، مثل ما بمدح مثلا شلون الشخص المقابلي لما بمدحه ممكن يشعر بالسعادة يشعر بالسرور يحفزه هذا على الإنتاج والإبداع. ولكن إذا كان التحفيز انه نحن عطينا مؤهلات كتير ومدحت انا نفسي زياده عن اللزوم، هذا بيعطي رد فعل عكسي، بصير عندنا مثل انه نقد الذات يسبب احباط، والاحباط هو بسبب نقد الذات، فبندخل نحن بدوامه. لازم نكون للعبارات يعني متقبلين لكل شيء، للمدح وللانتقاد. اليوم استاذه في، خلينا هيك نبسط المصطلح اكثر، في كثير اشخاص بنشوفها بنقول عم يحكي مع حاله، او نحن اوقات بنحكي مع حالنا بنقول والله عملت سيناريو براسي وحكيت وعملت قصه، هذا هو الحديث مع الذات. ولكن بمواقف معينه في كثير اشخاص بتلجأ للوم الذات، انه ليش انا عملت هيك، ليش كذا، ليش، بصير مثلا بياخذ دور الضحيه وبينتقد حاله وبيجلد ذاته اكثر. اليوم هدول ال 20% اللي حكيتي عنهم من التفكير الايجابي، كيف نحن بدنا نفعلهم او نستخدمهم عن طريق الحديث مع الذات، او نحن عم نحكي مع حالنا؟ هلا نحن بنحكي مع حالنا، ممكن شخص يحكي مع حاله، ممكن يحكي مع الكرسي اللي موجود، ممكن يحكي مع الخزانة، هذا شيء طبيعي. بس لما بيلاقي انه الخزانة او الكرسي بلش يرد عليه، هون بيجي لعندي انا لحتى ساعده. فطريقة الخطاب بصير تطورت بقى، تماما تطورت القصة، تهيؤات، تماما بصير مشاكل ثانية، يعني مشان ينتبه الإنسان للحوار مع الذات لوين أبعاده يعني. وهي طبعا ما بدنا نحن نقول جنون أو شيء، هي ممكن تكون اضطرابات عم يمر فيها الشخص، شيزوفرينيا ممكن تدخل بكثير متاهات يعني. في إلها دراسة بصير، مشان هيك بيجي لعندي لساعده. هلا الحوار مع الذات كثير مهم للإنسان لحتى يحسن يقوي بنفسه، لكن ما يوصل لمرحلة جلد الذات اللوم والعتاب، لأنه هون بيدخل بدوامة مثل ما قلنا وبصير عنده شيء من الخوف من الفشل. الإنسان أساساً لما بيبلش بالحوار مع الذات هو بيبلش من مرحلة الطفولة، هو ما بيختارها لحاله ولا بتخلق معه هو، لا بتكون هي مكتسبة عادة من الوسط المحيط، من طفولته من بيئته. لما بيبلشوا الأهل من هن وصغار بيتعاملوا مع الطفل بطريقة مثلاً سلبية، دائماً بيعطوا عبارات مثلاً أنت فاشل، أنت سيء، أنت ما بتعرف تنجز، فهو بيحط هاي الأفكار بعقله وبيشتغل عليها. كمان احيانا العادات والتقاليد والمجتمع يلي الانسان بيتبنى هاي العادات وبيضل بتدخل بذاكرته بعقله الباطن، فهي بتكون جزء من شخصيته، بياثر طبعا على افكاره على سلوكه بالمستقبل. فبصير هذا الحوار وهذا اللوم لكثير، والانسان ممكن يدخل بمتاهات لما بصير بيتوسع بالثقافه، بيتوسع بالتعامل مع الافكار المعقده لنقول، او افكار متعدده بالمجتمع، ممكن هذا يعمل له كركبه شوي بدماغه، فبصير عنده مشاكل سلوكيه، فبيصير عنده الحديث مع الذات حديث غير متوازن. عادة الإنسان لحتى يكون يحسن يستفاد من الحوار مع الذات، كتير مهم أول شيء أنه يعترف بالإدراك المشكلة اللي هو فيها. هي الخطوة الأولى، لما نحن ندرك المشكلة اللي نحن عم نعيشها هون، ساعتها بتكون الخطوة الأولى لبداية الحوار مع الذات اللي هو رح يعطي نتائج إيجابية. لأنه هون بصير الخوف من المصطلحات أو الخوف من الأفكار يلي ممكن تكون قاسية، ممكن تكون مسيئة، بيكون هون يعني ما عاد يخاف من شبح هاي الأفكار، بيكون عنده رادع وقدرة إنه يقاوم هاي الأفكار لأنه اعترف وأدرك المشكلة اللي هو عنده فيها. كمان الشيء الثاني اللي نحن لازم نشتغل عليه هو إنه نصدق
الصدى الداخلي، الصوت الداخلي اللي موجود عنا. نحن دائما بنسمع من الأشخاص اللي حوالينا، بنسمع القصص، بنسمع الأحاديث المتكررة أو ممكن تكون أحاديث جديدة ولكن لا تمت إلى الواقع بالصلة. لازم نحن نرجع ونسمع صدى صوتنا الداخلي. يا ترى هالشيء اللي شفناه بالوسط المحيط بين رفقاتنا بشغلنا، هل هو قريب للمنطق؟ هل هو العقل بصدقه؟ يعني نرجع لهي الذكريات، لهي الشغلات اللي صارت عنا لما كنا برا مع الوسط المحيط، لما بنقعد لحالنا لحتى نقيم هذا الشيء اللي صار يا ترى هو صحيح ولا لا. بنفس الوقت نحن انه لما عم اسمع انا الاحاديث الخارجيه هون لازم كمان انتبه، كثير مهم انه انا كيف فيني اتفاعل واتعامل معه، لانه هذا الحوار اللي بيصير هو الحوار الداخلي، هو ما بين افكار داخليه، ولكن هي الافكار الداخليه هي كانت بالاساس موجوده بالخارج، هي بالوسط المحيط. لما رجعت انا وقعدت هي دخلت لباطن عقلي لذهني وبلشت اشتغل انا وحلل هي الافكار. فدائما التحليل أو التفكير الداخلي أو الحوار الذاتي هو عبارة عن قدرة على التخيل، أنه أنا بتخيل الأفكار المنطقية اللي ممكن أتعامل معها. كمان كتير أنا بحب هيك نبه لشغلة كتير منيحة دائما الناس بيتعاملوا معه، أنه بيعطوا الناس اللي حواليهم أنه بيعطوهم أمل كتير كبير، بيعطوهم تفاؤل كتير كبير، وهذا كمان كتير غلط، هو سلاح ذو حدين. لما أنا بعطي حدا أمل كتير كبير وما بيحسن هذا الأمل، غير منطقي، هذا الأمل غير منطقي غير حقيقي، هون أنا كأني دمرته لهذا الشخص. دائما نخلي آمالنا وأحلامنا دائما حتى تفاؤلنا يكون إنه شيء أنا قادر وصل له، لأنه لما ما منوصل للشيء اللي نحن حطيناه بذاكرتنا كمان هون رح نوصل للأحباط، ورح يصير دائما عنا شيء اسمه الخوف من الفشل. ولما الإنسان بصير عنده اضطراب الخوف من الفشل هون ما عاد يحسن يقدم على أي خطوة تانية، ما عاد يحسن يباشر عمل، ما عاد يحسن يكون عنده أهداف. دائما أي خطوة بده يمشي فيها لقدام بيقول أنا لا رح أفشل فخليني بمكاني. وهذا طبعا نحن بوسطنا وببيئتنا المحلية منلاحظ كتير عالم بالوقت الحالي، نحن نتيجة ظروف معينة اقتصادية وغيرها بتلاقي الإنسان أنه لا أنا ما رح أعمل شيء لأنه أي خطوة رح أخطيها أنا رح أفشل. فهذا التفكير بهي الطريقة كمان بصير هون حوار مع الذات، دائما هذا التخاطب مع الذات بيخليه يقول لنفسه ستوب وبيوقف بنفس القرنة وما بيحاول يتطور أبدا. طيب أستاذ السلام، حكيتي عن نقطة كتير مهمة واللي هي علاقة الشخص اللي بيبنيها مع الأشخاص، وبنفس الوقت هي بترتبط بطريقة يعني الحوار، إدارته للحوار الذاتي مع نفسه. اليوم في كتير أشخاص ممكن يقودها هذا الحوار لأنه هي تصير منعزلة، يعني تبطل تشكي همومها لأي شخص هي بتوثق فيه، أو تبطل تشوف آراء أخرى ممكن هالآراء تفيدها. خلينا نحكي كمان عن خطورة هاي الشيء، أنا مو أنه بس بحكي مع نفسي معناته أنا صح دائما والتحليلي أنا صح دائما، وقديش بتختلف هاي القدرة على أني أنا دير حواري الذاتي مع نفسي بين شخص وبين شخص. مظبوط أو لا؟ هذا الحكي لأنه النقد البناء بيختلف عن النقد الغير البناء. النقد البناء بيعتمد على أسس، على قدرات موجودة عند الإنسان، بيعرف شو عنده مهارات، بيعرف هو كيف بيفكر، طريقة تفكيره، شو الشيء اللي بيآمن فيه، شو معتقداته، شو أفكاره، عنده ثقة بنفسه، ثقة بالأفكار اللي موجودة عنده. أما النقد الغير البناء هو ما بيعتمد غير على الشخصية وبيكون بعيد أكثر البعد عن العمل وعن الشيء اللي ممكن الإنسان يقوم فيه. مشان هيك النقد الغير بناء بيكون مدمر للإنسان. حتى لما أشخاص معينة بتوجه لك نقد وهي بتكون ما أنا ند للند إليك، ما عندها أفكارك، ما عندها مهاراتك، ما عندها قدراتك، ما عندها شهاداتك، هون يعني هي نحن ما لازم نسمح لها. إنه أنت مين لحتى تنتقدني؟ لما شخص بده ينتقدك بده يكون عنده نفس المهارات والقدرات أو قريب منها، ممكن أعلى ممكن أقل شوي. أما إنسان جاهل بتاتا، ما عنده قدرة على ما عنده ثقافة، ما عنده معلومات، بينتقدك لمجرد الشخصية، نقد غير بناء، فهذا هون بيكون بيؤدي للحزن، للألم، بيؤدي للشعور بالإحباط عند الشخص يلي المتلقي يلي عم يتلقى هذا الانتقاد، لأنه ممكن يأثر عليه إذا كان ما عرف وقف الشخص يلي مقابله عند حده، أنه لا أنا ما بسمح لأي شخص ينتقدني، بده ينتقدني بده يكون عنده نقد بناء وموجه وهادف. هون نحن بنسمح للنقد البناء أنه يتوجه لإلنا، أما بغير هيك مرفوض. نفس الشيء هذا الحوار مع الذات، هو حوار مع الذات، أنا قلت أنه هو عن نتيجة الحوار الخارجي مع الوسط المحيط. لما بيكون هذا الحوار الخارجي مع الوسط المحيط أنه عم بيسبب لنا أذية، عم بيسبب لنا نحن
نحن في أفكار ومعتقدات مثلا أنه نحن ما عندنا إيمان فيها، ما عندنا إدراك لها، لا تدخل بثقافتنا بأفكارنا، كمان هون هذا الحوار مع الذات بصير مؤذي، بصير مؤذي للإنسان وبيسبب أنه دخول بقلق ودخول باكتئاب. لازم الإنسان يكون حواره مع الذات حوار منطقي، يحاول يعرف يحلل الأفكار المنطقية اللي ممكن يتقبلها لحتى ما يدخل بدوامة أنه أنا صح ولا أنا غلط، مين صح ولا مين غلط. ممكن يدخل هون بوساوس معينة، ممكن يوصل لوسواس قهري هو كمان بغنى عنه. كتير من الأشخاص يعني بيكونوا على درجة سوية من العلم والثقافة عم يدخلوا بالوسواس القهري اللي هو عبارة عن أفكار، أفكار بتجي للإنسان وبتكون قهرية، وممكن بنفس الوقت أستاذي هذا الشخص يتفق مع حاله كتير وبالمقابل يرفض أي نقاش تاني مع أي شخص تاني، خلص يضل عم يحكي مع حاله. لكن في نقصة مهمة خلينا ننوه عليها قبل ما نختم. اليوم في أشخاص كتير تسعى للمثالية، إذا خطأت ما بتعترف بخطأها، بتقول إنه هذا الشيء عيب ما بيصير، أنا أعترف بخطأي على القليلة ضمنيا. الشخص الحديث الذاتي مع نفسه، أنا خطأت لازم صلح خطأي أو لازم حل هي المشكلة. اليوم الاعتراف بالخطأ ليش يعد ذنب لا يغتفر؟ كيف ممكن نحن نعالج هي المشكلة ولو سريعا؟ أكيد هلا الوصول للمثالية أو الكمال هو بحد ذاته نوع من أنواع الاضطرابات بتعيش الإنسان بمتاهة، لأنه ما في شيء كامل بالحياة. أنا أسعى للوصول للكمال وهذا شيء كتير جيد إنه الإنسان يسعى للوصول للكمال، لكن الوصول للكمال إذا الإنسان حط بباله هاي الفكرة كتير رح يتعب، ولكن يحط فكرة إنه أنا أسعى للوصول إلى الكمال، وبالمقابل رح يطلب هالشيء كمان من الأشخاص اللي حواليه ورح يتعبون معه تماماً. ما هون هاي الأشخاص لما قلنا نحن إنه الأفكار والطريقة الحوار هي بتبلش من الطفولة، لأنه الأهل بيغرسوا أفكار معينة موجودة عند بتصير موجودة عند أطفالهم، بيصيروا بيدخلوا بمتاهة ما عاد يعرفوا الصح من الغلط، يا ترى هي الأفكار اللي موجودة عندهم هي الصح ولا الأفكار اللي موجودة برا هي الأصح. فهون بصير هذا الصراع ما بين الذات وما بين الوسط المحيط، الإنسان بيدخل بدوامة بصير عنده اضطراب المثالية أو الوصول إلى الكمال. طبعا هي علاجة كتير مهم إنه الإنسان دائما لازم يعرف إنه كل بني آدم خطأ، ما في إنسان ما بيغلط بالحياة، وطبيعي نحن نغلط وهذا الشيء الصح، لكن الصح الأفضل أو الأصح لنقول أنه الإنسان يقوم الشيء اللي غلطه، يحاول يصحح من الأخطاء اللي هو موجود عندنا. هلأ إذا قلنا نحن كمان أنه أنا ما بسعى للوصول إلى الكمالية، كمان هون أنا حديت من التفكير، يعني بلش الإنسان أنه لا أنا ما بسمح لحدا أنه يتطور أو يصير مبدع، لا نحن مع التطور ومع الإبداع ومن نحاول أنه نوصل للشيء اللي بدنا نحققه، لكن أنه ما يكون هدف أنه كل شيء حوالي أنا بده يكون كامل. بالنسبة لست البيت أو للأشخاص مثلا كلياتنا لما بدنا نحاول نتغلب على هذا الشعور بالمثالية، حاول بالبيت مثلا انه انا عم رتب كل البيت، اترك لي غرفة مو مرتبة مثلا، اترك شيء معين ما نظابط 100%، اتعود مثلا اذا بدي روح على موعد معين مثلا معلش اذا بكرت شوي، معلش اذا تأخرت شوي مو ضروري 100%، اذا لابسه ثيابي كلياتها على اخر اناقه مو مشكله، اذا كان مثلا عندي الشنطه مختلفه عن الموضوع. يعني طبعاً. عود حالي انا مو دائما التوب، مو دائما بكل الاماكن مثاليه، هون الانسان بيحسن يتعب ولا بكل الاوقات، لانه الانسان بيمر عليه ظروف، ممكن الوحده ما تطلع بمكياج، ممكن ما تكون مؤنقه دائما، فهذا مجرد هيك انه بيعمل لها شعور بالاحباط للانثى يعني. ونفس الشيء للرجل، لانه في ناس كثير نفس الشيء الاناقه والشكل الخارجي عندهم هو رقم واحد، لا نعود حالنا نحن انه ما يكون هالشيء هذا كثير، نكون مرتبين وجيدين ونضاف وحلوين، ولكن ممكن ببعض الاحيان انه نحن ما نكون كاملين 100%. فلما الانسان بيعود حاله على شيء ثاني ما له موجود عنده، هون بصير يحسن يتاقلم مع الواقع اللي هو عايشه، وما يصير دائما هذا الصراع انه انا كمان لما بدي خاطب نفسي. انه في ناس بتفكر انه مخاطبه النفس او الرضا عن الذات انه هو نوع من الانانيه او انه الانسان شايف حاله، لا بيختلف تماما. الرضا عن الذات والحوار الذاتي انه انا اقتنع بالاشياء الجيده اللي موجوده عندي، ولكن كمان حاور نفسي واعرف انه في عندي سلبيات، هي السلبيات لما بقتنع انها هي موجوده عندي. دائما مثل ما بتقولي استاذه سلام، القناعه هي اهم شيء بالشخص والرضا لحتى يستمر. اليوم معلومات مهمه جدا من حضرتك، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم، ان شاء الله هيك يا رب دائما يكون الحوار مع الذات حوار ايجابي لمصلحه الجميع.